مع وصول دبابات تشالنجر ومعها ليوبارد إلى أوكرانيا، تشير توقعات إلى أن الحرب ستنتقل إلى مرحلة حاسمة مع تواصل الدعم الغربي العسكري المساند لأوكرانيا بأحدث الأسلحة واتفاق روسيا وحليفتها بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية روسية تكتيكية على أراضيها. يجيء ذلك في حين أبلغت واشنطن موسكو بأنها لن تتبادل معها بعد اليوم بيانات بشأن قواتها النووية الاستراتيجية. للمزيد رحب بضيوفي من موسكو المحلل السياسي بسام البني، وكذلك ينضم إلينا من واشنطن دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون. أهلا بكما دكتور محمد. سأبدأ معك، ربما الأحدث في هذا الإطار بأن ما أبلغته واشنطن لموسكو بأنها توقف تبادل البيانات بشأن قواتها النووية الاستراتيجية على أمل ربما أن تقوم روسيا بالامتثال والمشاركة في معاهدة نيو ستارت، هل هذا من بين الأهداف الأساسية لواشنطن لوقف تبادل البيانات، أم أنها تريد من وراء ذلك تحقيق جملة من الأهداف؟ ليس غاية في حد ذاتها بقدر ما هي أداة من أدوات إدارة المرحلة. نحن الآن في بداية العام الثاني من الحرب الروسية في أوكرانيا، هناك تعثر في كل المواقف. الغرب يقدم أسلحة متطورة، الآن نتحدث عن أسلحة متطورة ألمانية وبريطانية، وصلنا إلى حد قياسي مما كنا نخشاه في بداية هذا الحرب قبل عام، بمعنى إلى أن أين سيصل التسليح الغربي للقوات الأوكرانية، هل بكامل طاقة أم لا. هناك الآن مجارة لقاعدة الحروب، وأننا نبدأ بالتحفظ على الأسلحة المتطورة، لكن بعد مرور الوقت تضطر هذه الأطراف إلى تقديم المزيد والمزيد. أيضا الآن عدم تقاسم المعلومات النووية هو أمر مريب ومخيف في آن واحد، بمعنى أنه عندما تختفي جسور التواصل ماذا يحدث؟ نسقط في الانطباعية وفي صناعة الشكوك، وهي شكوك سلبية. بمعنى آخر أننا الآن ليس لدينا الحد الأدنى من التواصل الدبلوماسي، ليست هناك منصة للمفاوضات، ونضيف الطين بلة بأن نقطع أيضا هذا التواصل. أعتقد هذا سيزيد في العدائية، سيزيد في أن الروس أيضا يعتقدون أنهم الآن أمام مؤامرة غربية، والأوكرانيون سوف يقرؤونها بطريقة مختلفة. إذن غياب التواصل وتمدد هذه المناطق الرمادية في القناعات في الكريملين في كييف وفي حلف شمال الأطلسي كلها مؤشرات أننا نزداد ضعفا في إدارة المرحلة، وليس هناك حل آخر سوى البحث عن حل دبلوماسي. وحتى هذا الحين نعتقد أننا أمام فقط إدارة متعطرة لن تكسب لا الغرب ولا الشرق أي أفضلية في تفاصيل الحرب. نعم أستاذ بسام البني، تعتقد أن الوضع الآن أمام حالة من التفكك التدريجي لإطار الحد من التسلع الذي نظم المنافسة النووية بين موسكو وواشنطن على مدى عقود بعد التبليغ الأخير لواشنطن لموسكو بعدم تبادل البيانات بشأن قوات النووية الاستراتيجية؟ يعني ليس جديدا. مساءك الخير أستاذ الكريم، ومساء الخير للسيد محمد من واشنطن وللسادة المشاهدين قناة المملكة الكريمة. يعني صديقي الكريم، ليس بجديد بهذا الأمر، لأن روسيا كانت قد علقت العمل في معاهدة ستارت، ما يعني أنه كان يجب أن يكون هناك رد أمريكي، وكان الرد الأمريكي على هذه الشاكلة هذا لا يقدم ولا يعني يؤخر بقرار روسيا. ودعني أقول عن الأسلحة التي يتم تقديمها لأوكرانيا الأوروبية الحديثة التي يتحدثون عنها هنا وهناك، يعني سطعوا رؤوسنا بها، وهي لن تشكل إلا قرصة ناموس للدب الروسي، لأنهم 14 دبابة تشالنجر ماذا سيفعلون؟
وكلنا شاهدنا كيف دمرت دبابات الأمرامز والتشيلنجر في العراق وغيره بالصواريخ السوفيتية الصنع وليس الروسية المحدثة. أضف إلى ذلك موضوع نشر الصواريخ التكتيكية النووية في بيلاروس، رغم يعني ارتباط هذا الموضوع بتزويد أو قرار بريطانيا تزويد أوكرانيا بالقذائف المنضبة اليورانيوم المنضب، ولكن أنا أعتقد كان هذا ردا على عدم الالتزام بالضمانات الأمنية التي كانت قد تقدمت بها روسيا، وفي زيلها زيلتها بأن الرد كان سيكون بشكل تهديد يعني عسكري وعسكري تقني. العسكري جاء في أوكرانيا، وأنا أعتقد هذا الرد العسكري التقني فقد أصبح وصول الصاروخ النووي التكتيكي الروسي الذي سينشر في بيلاروسيا وصوله 12 دقيقة، والخطوة القادمة من التصعيد أعتقد ستكون في منطقة كالينغراد الروسية إذا لم يكن هناك فعلا بالفعل هناك أسلحة تكتيكية نووية موجودة في كالينغراد، وتكون مدة وصول الصاروخ إلى أقصى منطقة في أوروبا 5 دقائق. هذا يعني نحن أمام تصعيد وتصعيد مضاد. الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن ومن خلفها الناتو ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع يعني لا يريد أن يفهم أن روسيا عازمة للذهاب حتى النهاية، خصوصا بعد زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو والاتفاقات التي تم التوقيع عليها والخطاب الروسي يعني الخطاب الصيني عفوا. طب أنا أفهم من هذا القول أستاذ بسام أن الفعل والرد عسكريا أو تقنيا أو تكتيكيا في كل هذه السيناريوهات سيبقى الأمر تحت السيطرة، الأمر دائما فيما يتعلق بشن أو إطلاق سلاح نووي لا يتعلق بالضربة الأولى، بل أيضا هناك ضربة ستكون ردا على الأولى. هل الجميع لا ينظر إلى احتمال وقوع أخطاء من شأنها أن تؤدي إلى حرب عالمية نووية لا رابحة فيها بنهاية المطاف؟ ما الذي يضمن أن الأمور تبقى تحت السيطرة وتدور في دائرة الرد على كل فعل يخرج من هنا أو هناك؟ للأسف الشديد أستاذي الكريم حتى الآن هناك حالة انعدام ثقة تامة بين الطرفين، يعني بين الغرب والشرق إن صح التعبير. فأمريكا ومن خلفها حلفائها الأقزام تقول لي الصين أنت عدوتي، وتقول لروسيا أنت عدوتي، وتدافع عن أوكرانيا وتقول نحن لا ندخل في الحرب، وروسيا تقول نحن لا نريد حرب عالمية ثالثة. ولكن إذا شئنا أم أبينا الحرب العالمية الثالثة كانت قد بدأت بالفعل، بدأت هجينة والآن تتحول إلى مباشرة على أمام أعيننا، ولكن بالأسلحة التقليدية. فهناك مرتزقة ومتطوعين أجانب يخوضون الحرب ضد روسيا مع الأوكران، وهذا يعني ويستخدمون الأسلحة الغربية، هذا يعني هو مشاركتهم المباشرة في الحرب. وقد قالها لافروف وقالها باتروشيف وزير يعني مسؤول الأمن الفيدرالي الروسي، وقالها الرئيس بوتين، هم يشاركون بالحرب بشكل مباشر. ولكن الطرفان يحاولان أن تبقى المعركة ضمن أوكرانيا جغرافيا من أجل عدم التوسع. الخطأ موجود، ممكن أن يحدث، وقد لاحظنا كيف أسقطت روسيا الطائرة الدرون فوق البحر الأسود الأمريكية في إنذار واضح للأمريكان. الأمريكان ماذا كان ردهم؟ سنعود ونسير طائراتنا، ولكن حتى الآن لم يسيروا هذه الطائرات. يعني هم فهموا أن روسيا عازمة على الدفاع عن أمنها القومي وعن مجالها الجوي إلى آخره. مسألة حدوث الخطأ، طبعا قد يحدث خطأ، هناك رؤوس حامية ربما لا تحتمل نفسها وتطلق صاروخ ما، ونشاهد أن حرب عالمية ثالثة قد بدأت فعلا بشكل مباشر لا سمح الله، لأن في الحرب العالمية لا يوجد منتصر، الكل سيفنى. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف شديد لديها قناعة بأنها تستطيع، بس اسمح لي بثلاثين عشر ثواني، الولايات المتحدة الأمريكية لديها قناعة لدى القيادة لديها أنها يمكن أن تقدم أن تضرب روسيا ضربة استباقية وروسيا لا تستطيع أن ترد، متناسية أن لدى روسيا منظومة اليد الميتة التي حتى وأن ضربت روسيا نوويا بشكل كامل سيكون الرد حتمي، رد نووي على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الذي يجب أن يفهمه. طيب دكتور محمد شرقاوي، عندما جاء الاتفاق الروسي البيلاروسي على موضوع نشر أسلحة روسية نووية تكتيكية على أراضي البيلاروسيا، ساور القلق الكثير من الدول الأوروبية في
حين قللت واشنطن من شأن هذه الخطوة، هل لا تزال مرتاحة أو غير قلقة من هذا التطور، أم أنها ربما كيف لها أن تطمئن الحلفاء الأوروبيين بأنها ستكون أو ستقف إلى جانبهم، وأن موضوع نشر هذه الأسلحة ربما هو خطوة في إطار الحرب لانتزاع بعض المواقف أو المكاسب أو لدفع الأطراف نحو التفاوض خشية من اندلاع المواجهة النووية؟ استمالة الكريملين لبيلاروسيا في هذه المرحلة يؤكد ما ذهب إليه تقرير نشرته نوفوستي في بداية الحرب في فبراير من العام الماضي، وهو أن هناك خطة لدى بوتين بقيام ما يعتبره الاتحاد الروسي الجديد، ويشمل حسب اعتقاده كل من روسيا بيلاروسيا وأوكرانيا. فنحن الآن أمام حقيقة أن الكريملين يستند إلى أنه يعتد بأن القوة الروسية لا تقتصر على ما تقدمه وزارة الدفاع الروسية في موسكو بقدر ما يستند أيضا إلى بيلاروسيا. لكن هذا لا يغير من القراءة الغربية، البنتاغون ومن خلفه البيت الأبيض يقتنع دائما بأن قرار غزو أراضي أوكرانيا، وبالمناسبة من يلوح بأن الغرب هو الذي يريد أن يخوض حربا عالمية ثالثة، أعتقد أن من غزا أوكرانيا في المقام الأول هو الذي ذهب بالأمن القومي العالمي إلى هذه المجازفة، فبالتالي ينبغي أن لا نقف عند عبارة ويل للمصلين. المهم الآن البيت الأبيض ينطلق من قناعة أن هناك استقواء روسي بكل من بيلاروسيا مؤقتا وأيضا أوكرانيا في وقت لاحق، بمعنى المشروع القومي اليميني لدى بوتين ولدى القوميين الروس هم ينظرون إلى هذه الثلاثية، وبالتالي تزداد الاستراتيجية الروسية بالتمسك بأوكرانيا، وتعتبر بيلاروسيا هي الدفعة الثانية بعد استنفاد أو بعد استخدام ما لدى موسكو من موارد. فبالتالي الآن المشكلة أننا هذا المحور البوتيني يتسع في الشرق، لاحظنا في المقابل أيضا أنه لو كان بالإمكان استمالة الصين ربما وصلنا إلى مرحلة حلف متكامل، ثلاث دول الصين بيلاروسيا وروسيا مؤقتا وأمل كريملين في أوكرانيا مستقبلا، لكن الصينيين يعني أظهروا نوع من الحنك السياسي بأنهم لا يجارون هذا الحلف. فأعتقد حتى نربط الأمور ببعضها البعض، التلويح في الكريملين بالدور البيلاروسي هو رد فعل ضمني على أن الكريملين لم ينجح في إقناع الزعامة الصينية بضرورة تقديم العتاد العسكري وكل الدعم الاقتصادي، فبالتالي يمكن اعتبار بيلاروسيا هي الورقة الثانية أو الخطة باء مقابل الخطة ألف التي لم تكتمل بحلم بوتين بأن هناك حلف صيني روسي متماسك ويشمل كل مجالات التعاون، وأن أول اختبار لهذا الحلف الشرقي هو رد الصاع صاعين على الولايات المتحدة وبقية الغرب في أراضي أوكرانيا. طيب دكتور محمد، تتسلم أوكرانيا دبابات تشالنجر وكذلك ليوبارد أبرامز ربما على الطريق، تعتقد واشنطن فعلا دكتور محمد بأنه بتسليم دبابات تعد أو من وجهة نظر غربية هي الأفضل في العالم، سيكون هناك تحول حاسم لمصلحة كييف؟ ومفهوم التحول الحاسم إذا كان هناك استبعاد لفكرة الحوار طالما المعطيات على الأرض على حالها ولا تحقق أوكرانيا فوزا ساحقا أو تصد بقوة تبعد فيها القوات الروسية ولا تنتصر في نهاية المطاف روسيا محققة أهداف العملية العسكرية، من وجهة نظر واشنطن ومن وجهة نظرك ما هو التحول الحاسم الذي ربما قد يغير من الأمور إما لصالح أن تنتهي الحرب عسكريا أو أنها تفتح بابا للحوار؟ للأسف لن تتغير طبيعة المعركة ولن نصل أو نقترب من معادلة صفرية يكون فيها طرف رابحا والطرف الآخر خاسرا. نحن لسنا أمام احتمالية هذه المعادلة الصفرية، بل كما قلت قبل 10 أشهر نحن أمام معادلة صفرية مطلقة لجميع الأطراف، بمعنى أن
روسيا تتحمل العقوبات، أوكرانيا تتحمل القصف والانحصار الاقتصادي، الغرب أيضا يعاني من التضخم وارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة، وأيضا مضاعفات تخصيص موارد بمليارات الدولارات ومليارات اليوروات لأوكرانيا. إذن كل الأطراف تتحمل عبء هذه الحرب، وهي عبء حرب عبثية، فبالتالي لن نخرج من مرحلة إدارة الصراع وليس إلى حسم الصراع، ولا يمتلك أي طرف الأدوات الكفيلة أو الاستراتيجية العظمى جراند استراتيجي لكي نصل إلى تغليب كفته على الأطراف الأخرى، فبالتالي سنضيع أو سنهيم في الأرض لعدة أشهر ولربما حتى لعدة سنوات، ثم نكتشف أنه لم تكن هناك استراتيجية للفوز وإنما فقط استراتيجية للقتال والتحدي بين كافة الأطراف. فبالتالي أرى أننا كما كنا في الحرب العالمية الأولى، قوات مقابل قوات، قصف متبادل، ولكن ليس هناك تغليب أو ترجيح الكفة، وقد نصل في النهاية متأخرين متعبين منهكين كأطراف إقليمية، روسيا أوكرانيا والغرب، إلى قناعة أننا ربما استنفذنا وصلنا إلى مرحلة الاستنزاف الكلي لكي نتقبل فكرة المفاوضات الدبلوماسية، لا خيار عن حل دبلوماسي لجميع الأطراف. نعم أستاذ بسام، لا خيار عن حل دبلوماسي لجميع الأطراف، لكن في الوقت ذاته روسيا تكرر وتشدد على أن أهدافها ستتحقق من خلال العمل العسكري. طب إذا كان الأمر كذلك، وتعتقد بأن الوقت لم يحن بعد لأن تكون هناك مفاوضات، ولكن على الأساس الشروط والمطالب الروسية، وهذا أمر مرفوض من أوكرانيا والدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، جدول الحديث الروسي في أكثر من مناسبة عن موضوع الحوار، ما هو الغاية من تكرار الحديث؟ وفي الوقت ذاته روسيا تعلن بأنها الأهداف لن تتحقق إلا عبر العمل والقوة العسكرية. يعني روسيا تأمل أن تحقق الأهداف التي حددتها لعملياتها العسكرية سياسيا ودبلوماسيا، ولكن عندما يقول الروس أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا بالعمل العسكري نتيجة التصريحات الغربية والتعنت الغربي الذي يريد أن يقاتل حتى آخر أوكراني، وأنا أعتقد أصبح يريد أن يقاتل حتى آخر أوروبي، فبريطانيا تريد استنزاف أوروبا من أجل اقتصاديا من أجل السيطرة على الاقتصاد، وأمريكا تريد هجرة المعامل والعقل والعقول والصناعات الأوروبية إلى أمريكا نتيجة انخفاض سعر الطاقة وعدم وجود الأمن في أوروبا. وبالتالي نجد أنه بالإضافة لكل ما ذكره الأستاذ محمد حول موضوع التضخم الاقتصادي وإفلاس البنوك وإلى آخره، أستطيع أن أضيف أن اليوم الباكستان مثلا حسمت أمرها ولم تحضر مؤتمر الديمقراطية، يعني واشنطن بدأت تفقد حلفائها الذين جمعتهم تحت مسمى مؤتمر الديمقراطية. هي دعت دول يعني ديكتاتورية وقالت عنهم ديمقراطيين بس لأنهم ضد روسيا. هذا الموضوع واضح للعيان. إذن المعسكر الغربي بدأ يفقد حلفائه، اقتصاده ينهار، وبالعكس الاقتصاد الروسي حتى الآن صامد، طبعا تأثر بكل تأكيد، لا يمكن أن يتأثر ولكنه صامد. والتحالف الصيني الروسي الذي تم الإعلان عنه مهم للغاية. أنا لم أكمل مداخلتي لأني حسيت طولت بالوقت. يعني الصين طرحت بموضوع المبادرة السلمية بندين مهمين للغاية، وهم عدم بناء أي أمن لأي دولة على حساب دولة أخرى، وثانيا عدم نشر الأسلحة النووية خارج الأراضي. وفي كلا الحالتين هي تدعم الموقف الروسي والأهداف التي قامت من أجل هذه العملية العسكرية. وقد قال الأستاذ محمد أن روسيا هي المعتدية. روسيا يعني قبل أن تعتدي طرحت موضوع الضمانات الأمنية لكي تحل الأمر سلميا ودبلوماسيا، لكن التعجرف الغربي جعلها تختار الحل العسكري كما كان مزيلا كما ذكرت في مداخلتي الأولى. بنهاية المطالب الأمنية للأمن الروسي كان هناك بندان، الرد سيكون تقني وتقني عسكري، عسكري وعسكري تقني، أنا آسف. فهذا الموضوع واضح للعيان. يعني روسيا استنفذت كل أمور الدبلوماسية قبل أن تقوم بالعمل العسكري، وقد فقدت الثقة نهائيا بالغرب. يعني روسيا اليوم تتجه نحو الشرق كليا، وقد أدارت زهرة للغرب بشكل كامل. يعني لم يبقى إلا أن تخرج من مؤسسة التجارة العالمية، ولكنها هي لا تقوم بأفعال تضر بالاقتصاد الروسي أو بالأمن الوطني الروسي أو بما يضر بالمواطن الروسي. هذا كل ما في الأمر.
أنا أشكرك من موسكو بسام البني المحلل السياسي، وأشكر كذلك ضيفي من واشنطن الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون. شكرا جزيلا لكما.